يقول الخطه الوقوديه هاي مو شغل وزارتنا، توفير البنى التحتيه مو مسؤوله عنها وزاره الكهرباء، هاي كله مو من عندنا. مو مشكله، مو مشكله، قول له وزارتك مسؤوله عن بيع محطات الكهرباء الاثنين الرئيسيات في البصره، ارقى محطتين بالبصره هي ومنشاتها كلها عرضت للبيع على احد المستثمرين الكرد. طبعا المستثمرين الكرد راح حتى باشر عقبه يمكن هدوم العراقيين هم يشتروها بثمن بخس. شنو القصه؟ شوف هاي الفضيحه الكبرى، انه انتم تبيعوا لنا اياها هي والاراضي، تدري المحطه دوله كبيره خصوصا المحطات اللي 1000 ميجا وات وفوق، بيعوا لنا اياها وانتم روحوا سووا محطات واحنا نبيع لكم كهرباء. فانا بوقتها قلت للاخ احمد العبادي، هو نفسه، قلت له مو فضيحه؟ كان يقول لي دكتور هذه احنا ما سويناها، احنا عرضناها على 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 رئاسه الوزراء، قلت لهم عرضت علينا هيك فكره، قلت له على اساس انتم تعرضون فكره بها فساد وفكره سخيفه خطر على انا اقول لك شلون يجاوبك؟ وانا عقلكم وين؟ ايه استاذ صلاح، انا اقول لك شلون يجاوبك؟ يقول لك الحكومه مخصصت لي من زمان زمن 11 مليار دولار، الوزاره تقول لك هاي ما تكفيني بصيانه بويل واحد، أيه. زين انت تجيب لي امن ودفاع تخليها قبلي بالموازنه، تجيب لي صحه، تجيب لي تعليم، تجيب لي مجالس محافظات تخصص لها مخصصات اكثر مني، بعدين تجيب لي وزاره الكهرباء وتقعد تحكي عليه، هيك يسولفون، هيك حجتهم. هسه احد الاخوان ذكر موضوع ايهم السامرائي. ايهم السامرائي متهم بسرقه مليارين دولار. زين وذبت الحكومه بالسجن، بعدين الامريكان طلعوه جابوا دبابه خلوه زنجين على باب السجن، شلعوه للسجن وخلوه بطياره ودوه للاردن، من الاردن طلع باسبورت امريكي جديد راح. واحد الاخوان يقول مختفي، اخي العزيز ايهم السامرائي عضو بالحزب الجمهوري الامريكي مال دونالد ترامب، شخصيه معروفه وشخصيه حزبيه من حكومة الحزب والثورة بأمريكا، الحزب الجمهوري، مو شخصية مختفية. الحكومة الآن تقدر تطالب به، ليش ما يطالبون به هسه؟ مليارين وياه. والوزراء الآخرين أيضا تقريبا أكثر الوزراء مال الكهرباء ما شاء الله عليهم. بهالكار هذا مسألة السرقة، أين الأكشن؟ زين. الوحيد اللي كان يتحرك هذا الإنسان الطيب اللي يمك أستاذ موسى الله يحفظه. وكل أجهزة الشر العراقية والفساد تحركت ضده. جيد. إلى أن بعدين طلعوا من العراق. هذا لازم يسوي له تمثال ذهب أستاذ موسى. أي بدل ما يسوون أستاذ موسى تمثال ذهب يحجمون عمله.